توقف يا زماسو. ما فعلته مخزن. جئت إلى هذا الزمن لتلقى حتفك. كيف استطاع أن يزيد قوته إلى هذا المستوى؟ إن هذا الجسد الذي استوليت عليه هو الوحيد الذي يعلم أسرار جسده. كيف استطعت الوصول إلى هذا المستوى؟ أنا محارب أصيل من السايانز. ظهور زاماس المندمج. قلت لكم ذات مرة إن ضرباتكم تزيدني قوة. أنت؟ قلت لك إن خصمك هو أنا وليس هو. وأنا أخبرتك أني من يقرر هذا. وصلت قوتك إلى هذا المستوى لأنك شعرت بالغضب لإصابة ابنك. لم أفكر في فعل هذا الأمر في قتالي ضدك. غاضب عليك جداً لأنك تجرأت على قتالي. انظر. لا أعلم، لم أرى هذا الشيء من قبل. ألا توافقني في الرأي يا جوكو؟ اخرج يا هلدا! يمكننا استعمال مهارة الختم ووضعه في الجرة. ماذا؟ آخرون. مهارة الخاتم! مهارة الخاتم! أيها الزعيم، بعد أن فكرت في أمر العدالة وجدت أن رؤيتك لها صحيحة.
سأدمرك. مهارة الختم. أجد الحبل. قلت لك إن جوكو نسي الحبل هنا. نسي جوكو الحبل؟ نضغط بقوة كي لا يخرج. أيعقل أن يكون قد وقع في فخ نصبه ترانس؟ الأسود. يبدو أننا أخطأنا في حكمنا على البشر، فهم ليسوا ضعفاء. اسمعوا أيها البشر، سنقاتل بقوتنا الحقيقية من الآن. افتحوا عيونكم. ها؟ أنا من سيحقق العدالة. زاماس المندمج. اكتب لنا في التعليقات رأيك بما شاهدت للتو،
ولا تنسى دعمنا بتسجيل الإعجاب ومشاركة الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما لا يفوتك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لمتابعة فيديوهاتنا القادمة فور نشرها.